بسم الله الرحمن الرحيم. الوحش الضعيف اللي بيسموه السرطان. زمان كان السرطان حاجة مش معروفة، لكن دلوقتي السرطان شيء مهم، لأن نسبة الإصابة به زادت جدا، وبقى شيء عادي جدا إن احنا نسمع إن أي حد مصاب بالسرطان. على فكرة السرطان مش وحش، لأنه هو بيسموه وحش ضعيف. كل مكان جواك إرادة، كل مكان جواك حب، كل مكان جواك قوة، كل مكان جواك إيمان بربنا، هيتحول هذا الوحش إلى الوحش الضعيف. طبعا في تطور جامد جدا في العلاج لهذا المرض، وتجارب مبشرة جدا بالخير. ولكن أنا بقول إن رقم واحد مش الدواء، رقم واحد إرادتك، رقم واحد إيمانك بربنا، رقم واحد الناس اللي حواليك، الناس اللي بتحبك، الناس اللي عايزاك، الناس اللي انت لازم تقاوم علشانهم، تقاوم علشانهم وعلشان نفسك. اكيد الدنيا فيها ناس يستاهلوا ان احنا نعيش عشانهم ونقاوم عشانهم. صدقني دايما الشيء بيصغر قوي لما انت جواك بيكبر، بيكبر بالإرادة، بيكبر بالعزيمة، بيكبر بالإيمان بربنا، بيكبر بالأمل في بكرة، بيكبر في الأمل في إن الحياة لسه جاية قدامك ما عدتش منك.